السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello إدريس, how are you? This is your plan course inshallah. You miss one class, so I send this video for you. This is start from Arabic language from العربية بين يديك. صل بين الجملة والصورة المناسبة. الأولى, يذهب إلى البيت بالحافلة. يذهب إلى البيت بالحافلة. أين الصورة المناسبة؟ Which picture? Which is suitable picture? هذه هي الصورة. يقرأ القرآن في غرفة النوم. أين الصورة؟ يذهب إلى المدرسة الساعة الثامنة. الساعة الثامنة. نعم, الساعة الثامنة. يغسل الملابس في الحمام. تكنس غرفة النوم يوم العطلة. أين؟ يذهب إلى البيت بالحافلة. هذا هو الاختيار. يقرأ القرآن في غرفة النوم. هذا هو الاختيار. يذهب إلى المدرسة الساعة الثامنة. بهذه الطريقة نوصل الجملة بالصورة المناسبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.